ناميبيا تستعد جيدا لمواجهة المغرب غدا، خاصة وأن المجموعة قوية وأن الأسود هم المرشحون الأكبر للتأهل والتتويج بكأس إفريقيا، غير أن المنتخب الناميبي مستعدون لهذه المواجهة وليس لهم ما يخسرون وسيقدمون أفضل ما لديهم، وبعدها سنرى، لأننا سنؤمن بحظوظنا لأنه لدينا لاعبين يجيدون التسديد من بعيد ويتميزون بالسرعة. المغرب لديه أسماء وازنة ومميزة في لائحته أوروبيا ومدرب كبير الذي سبق أن توج مرتين بكأس إفريقيا مع كل من زامبيا والكوت ديفوار وهو هيرفي رونار، غير أن مدربنا يعرف المغرب جيدا حيث سبق له وأن كان مدربا في الشان الذي أقيم بالمغرب، والآن يتوفر على لاعبين مميزين وجدد أغلبيتهم محليين حيث سنفاجئ المنتخب المغربي غدا. لا نتوفر على نجم واحد، نلعب كمجموعة واحدة، وغدا سنظهر للجميع أننا فريق قوي ومتحمس لتحقيق الانتصار. لديهم زياش نجم أجاكس أمستردام الذي ساهم في وصول فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كلنا نعرف قوته في التسديد من بعيد، وأيضا يجيد المراوغة ويقدم تمريرات حاسمة، ونحن مستعدون لإيقافه وأيضا لجميع لاعبي المنتخب المغربي، وسوف نحاول تقديم كل ما لدينا وسنرى بعد ذلك النتيجة.